صراحه هذا الفوز هذا ما جاش يعني بمحض الصدفه، فهو جاب واحد العمل جبار اللي كتقوم به اداره التقنيه ديال نادي اجاكس تطوان. فنقدر نقول لك حنا اكثر فريق استعد هذا الموسم، يعني بدينا تقريبا استعدينا شي شهرين لهذه البطوله نظرا للتاجيل اللي كان كل اسبوع. استعدينا الحمد لله، وهذا الشيء اللي استعدينا ليه الحمد لله هو بدا يعطي الاكل ديالو. حنا مازال في البدايه، الفوز هنا في جوج ديال المباريات ماشي يعنيش اننا مزيانين، فبالعكس فحنا غادي نزيدو نخدمو، نزيدو نضاعفو المجهودات باش ان شاء الله نمشيو في هذا الموسم هذا يكون نادي اجاكس تطوان بطعم خاص ان شاء الله. لان هذا العام ان شاء الله لمحتي ان اجاكس تطوان غادي يلعب على مراتب متقدمه، لما لا الفوز بالبطوله؟ البطوله ما يمكنلكش تهضر عليها في جوج المباريات، ما يمكنلكش تهضر عليها البطوله، ما يمكنلكش تهضر عليها حتى يعني حتى الماتش 14 15 ماتش عادي يمكن لك تتكلم على البطوله. حنا مازال في البدايه، مازال تتبعونا مباريات اللي غيكونوا صعاب. كيف ماشي المباراه اليوم؟ النتيجه ما كتعكسش المباراه كيفاش دازت، واخا ربحنا ب 4-0 ولكن ما تعنيش ان المباراه كانت سهله، فبالعكس فعناصر ديال نادي دينامو عناصر مجربه، عناصر اللي دات بطولات، عناصر اللي مزيانه. جرينا الماتش يعني لعبنا على الامكانيات ديالنا، استغلينا الاخطاء اللي عطانا الخصم، والحمد لله داك الشيء اللي تاثرنا اننا خدينا 3 نقاط. معكم بعد معكم ياسين الصالحي لاعب اجاكس تطوان. بالنسبه للمقابله كانت مقابله صراحه صعيبه، يعني ما نقولوش شي مقابله يعني اللي كانت سهله، يعني غتجي غتلعب ماتش يعني باين من الديبار انك غتلعب ماتش غتربح غتمشي فحال. المقابله كانت صعيبه بزاف صراحه، واش غنقول لك مجهودات كترجع مجهودات لونطريما، يعني التدريب اللي مجرب سيمانه كامله، البريباراسيون اللي كتبريباري ليها، يعني بريباراسيون كتبريباري المقابله باش كتجي كتعمل داك الشيء اللي غيتساحق المقابله ديالو، فهمتي يعني معنا. بالنسبه للجمهور كانوا عندهم ان شاء الله يعني من البدايه بدينا يعني بواحد المسيره موفقه، وايضا نكملوا ان شاء الله ولا شنا كانوا عندهم باللقب ماشي بعيد. بطبيعه الحال كاين بعض الجانب من التاثيرات السلبيه، وخصوصا القرار اللي جا في هذا الاسبوع هذا كالصاعقه على جميع اللاعبين، كان شويه عنده تاثير. مي المقابله كانوا في الدراري في كامل التركيز ديالهم، كان هدف ديال ضد مجرى اللاعب، من بعده كذلك هدف خطا ديال احد اللاعبين، والقرار ديال الحكم شويه كان ما غاديش نبغيو نتباكاو على الحكم، مي كان شويه الورقه الحمراء كانت شويه قاصحه على اللاعبين. وطلعت هنيئا للفريق، كان في المستوى فريق الضيف كان في المستوى، فهنيئا له بسبب التلفون. اليوم اكيد انا ما لاحظنا وجهتهم حارس حسب كان هاني اليوم. من طبيعه الحال هادو ابناء القنيطره، فريق القنيطره ولد تبارك الله لي تروا بيلي ديال الفريق اللي كان اليوم عندهم تاثير في المقابله، فهما ابناء القنيطره، فهنيئا للفريق وهنيئا كذلك ابناء القنيطره اللي كيشرفوا الكره ديال الفوتسال اينما حلوا وارتاحوا.